على احد جات لك سفريه قطر ازاي؟ انا سعيت ليها. ازاي بقى؟ يعني كلمت حد يشوف لك شغل هناك؟ اخذت تاشيره زياره. وهناك في لما وصلت يعني بحثت في المجال اللي انا يعني افهم فيه اكتر شيء، مجال الحج والعمره، رحت للشركه قبلوني واشتغلت معاهم. يعني انت طالع من مصر مش عارف راح فين، مش عارف هتعمل ايه هناك؟ لا انا طلعت الحج. انا طلعت الحج في موسم الحج، خلصت موسم الحج طلعت اخذت تاشيره زياره لقطر، رحت زرت قطر. وانا في الزياره بحثت في اكتر من شركه، ما يعني يا ربنا كرمني واشتغلت في شركه حج وعمره هناك. طيب الرحله بقى قعدت في قطر قد ايه وقت؟ سنه او سنويا. وبعدين ده وسوريا شغاله هنا في حرب وغيره؟ نعم. يعني انت كنت في قطر بتشتغل هناك سنه؟ نعم. واثناء ما كان هنا في سوريا في المسلمين واللي انت بتقوله. طيب خدت قرارك من قطر تيجي على سوريا في قطر؟ نعم. ليه وازاي؟ ليه؟ عشان الاسباب اللي انت قلتها قبل كده. تمام. ازاي بقى؟ ازاي ان انا طبعا ما كنتش اقدر اخد تاشيره لتركيا الا لما يكون معايا اقامه قطريه، فاخدت الاقامه القطريه بناء على الشركه اللي انت شغال فيها. واشتغلت انا شغال فيها يعني، حتى لما اشتغلت فيها ما كان لسه واخد القرار ان انا ادوك الاقامه. نعم نعم. واخدت الاقامه وشغال فيها. وشغال فيها. نعم. وقررت تطلع على تركيا. قررت اطلع على تركيا عشان اجي على سوريا. يعني مين كان معاك متفق معاك؟ او انت اكيد مش لوحدك، انا اكيد ما فيش بقى صاحب نوم الصبح هعمل كده لوحدي، اكيد بكلم مع ناس، باخد راي ناس اصدقائي اخوه من هنا من هنا. مين كان في مصريين ولا غير مصريين اتفقتوا ان انت تطلع على تركيا ومن على سوريا ولا لوحدك؟ لا انا كان معايا واحد بس مصري. نعم مصري. وكان نفس القصه، طلعتوا من مصر على قطر دول الاثنين؟ لا هو كان طالع على قطر، هو كان موجود في قطر. نعم نعم. واتفقتوا تطلعوا على تركيا؟ نعم. عملت خدت تاشيره لتركيا. نعم. كانت سهله ما فيهاش مشكله. سهله. وصلتوا اسطنبول؟ وصلنا اسطنبول. وقعدت في تركيا قد ايه؟ ما قعدناش على طول، كنا منسقين. مع مين؟ منسقين مع مهرب. مهرب من تركيا؟ من تركيا. تركي ولا مصري ولا سوري؟ كان في واحد تركي وكان في واحد سعودي نظراوي يعني. نعم. موجودين في اسطنبول. نعم. مستنيينكم هناك. نعم. وصلتوا اسطنبول خدوكم؟ لا هم كلمونا كان بالهاتف يعني، كلمونا ان احنا نطلع على نركب تاني نروح لمدينة. ركبتوا ايه بقى من اسطنبول؟ احنا ركبنا باص يعني، كان في ناس تاخد طياره، ركبنا باص لغايه غازي عنتاب. غازي عنتاب. وفي غازي عنتاب وصلتوا هناك عملتوا ايه؟ كان اتصلنا تليفون يعني برضه قلنا بسياره اخذونا. مين بقى اتصلتوا بمين؟ اتصلنا برقم هاتف. قالنا مين اللي ادالكم رقم الهاتف؟ هم يعني جبتوه منين؟ احنا متواصلين معهم، قالوا لما توصلوا غازي عنتاب كلمونا نفس الرقم. يعني انتوا طالعين من قطر متفقين مع الراجل التركي والسعودي في اسطنبول. نعم. عشان يستقبلكم هناك، وفر لكم باص، ركبتوا الباص، طالعين على غازي عنتاب. نعم. وصلتوا غازي عنتاب كلمتوا الناس في التليفون اللي هم موجودين في سوريا. صح؟ لا موجود في غازي عنتاب. في غازي عنتاب. نعم. الراجل ده مين اللي اداكوا رقمه؟ هو المهرب اللي احنا بنكلمه. المهرب هو اللي هو في تركيا. نعم. يعني الراجل التركي ده هو اللي كان منسق. نعم. مع الناس اللي في غازي عنتاب. نعم. واللي قابلونا اتراك اللي في غازي عنتاب. اتراك. نعم. عملوا ايه بقى في غازي عنتاب؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل في غازي عنتاب لما وصلتوا بالباص غازي عنتاب. الراجل التركي الثاني اللي هو رقم 2 قابلكم في المحطه الثانيه. نعم. عمل ايه؟ ركبنا معاه مشينا كده شويه في الطريق، بعدها لقينا في فانين، فان يعني متروباص يعني. ركبنا لقينا في اخوه اتراك. ولقينا اخوات واطفال وركبنا معاهم ووصلنا لغايه في الفانين دول. نعم. وصلنا لغايه الحدود السورية. نعم. عدينا من الحدود لغايه منين؟ من نقطه ايه؟ متعرفش؟ هي من غازي عنتب ودخلنا على الراعي، منطقه اسمها الراعي. كان في سوريا، في شمال سوريا. كان بالنهار عادي يعني، ومشينا مشي عادي، ما كان يعني في وتحركتوا بقى دخلتوا الاراضي السوريه على فين؟ على الراعي. على ماشي الراعي. نعم. وبعدين رحتوا على فين؟ رقه. رحتوا على رقه على طول. نعم. ده كان سنه كام؟ اذا يعني اخر 2015. 2015 اخر 2015 يعني اكتوبر 2015. اكتوبر 2015 او يعني تقريبا. يعني في هذه الاجواء وصلتوا على الرقه. مين كان مستنيكم في الرقه؟ يعني منسقين مع مين ولا رايحين وخلاص تخبطوا على الباب؟ يعني انتوا طلعتوا من المنطقه اللي موجوده في سوريا اللي هي الراعي، وركبتوا نفس الفان. نعم. على الرقه وانتوا رايحين الرقه. نفس الفان. لا مو نفس الفان يعني، فان علينا مايكرو باص ثاني. نعم. او حاجه ثانيه. اتصلتوا بناس في الرقه عشان يستنوكم. نعم. مين؟
احنا اللي كنا اللي واخدين اللي واحد مصري كان في موجود في سوريا في الرقه او في سوريا. نعم هو اللي كان لكم هو اللي ادانا اصلا رقم المهربين اللي احنا جينا. يعني انتوا في الاول واحد مصري انت برضو يعني انتوا اتصلتوا بواحد مصري موجود في سوريا. نعم. انت عم رحت ازاي؟ قال لك خد رقم المهرب التركي اهوت. نعم. هو اللي ينسخ الموضوع فيه بس انت وصل له اسطنبول. نعم. وصلت اسطنبول كلمته وداك غازي عنتاب، غازي عنتاب لقيت الاتراك ودوك على الراعي، الراعي من الراعي على الرقه للراجل المصري اللي كان مستنيكم، ولا اداك رقم تليفون حد هناك؟ لا هو الراجل المصري هو اللي بس إيه؟ بس يعني ساعتها يعني انت اول ما بتتسلم للحدود، يعني الحدود اللي هي تبع ايه الدوله الاسلاميه. او ده عندهم حدود الحدود يعني هم مكان اسمه الحدود ليهم يعني. اوكي فهم بيستلموك هم الدوره بقى معاهم يعني الدوره معاهم مو مع اللي انت منسق معاه، اللي منسق معاه بيكون دوره خلاص دوره خلص وصلك للحدود يعني هو. نعم. مين هو مصري ده يعني مين هو يعني قصدي اسمه ابو عاصم هو مات يعني قتل يعني ابو عاصم ابو منين من مصر اكيد عارفه انا ما اعرفه صاحبي كان يعرفه.